السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم والله بالخير. بعض الناس توي تفضل الأسئلة الحين، الله يسعدنا وياكم. والله يا أخوان ضروري نتعلم عباداتنا وأمور، وهذا كان الواجب علينا قبل رمضان عشان رمضان ننشغل في العبادة، لكن أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كثير من الأخوات يسألون شلون صلاة التراويح، أو إيش الأفضل أصلي في البيت أو في المسجد. أولا، المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، لو أن الحرم قدام بيتها صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتكن خير لكن، وبذلك أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما بالنسبة لصلاة التراويح فتصلي مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وفي آخر صلاتك تجعلها وتراء، كما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراء تختم لك ما سبق. وإذا صلى الواحد أو صلت الوحدة في المسجد مع الجماعة وصلى التراويح ثم أوتروا، هل يجوز له أنه يصلي في البيت؟ يجوز له أنه يصلي ما شاء الله أنه يصلي، لكن ما يوتر، يعني يصلي شفع ثنتين 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 بدون وتر. سئل ابن عثيمين رحمه الله ليشرب موية وقت أذان الفجر وهو يذن يشرب، أو شرب بعد الأذان دقيقة بدقيقتين. قال رحمه الله لو سألت الآن المؤذن قلت له أنت أذنت على حسب التقويم أم أذنت على رؤيتك للفجر الصادق؟ قال لا، أذنت على التقويم. فالتقويم فيه ساعة، أما لو أنه أذن فعلا لخروج الفجر الصادق في هذه الحالة يختلف الوضع. وللفائدة تقويم من القرى، قال الشيخ سعد الخثلان أنه متقدم تقريبا 20 دقيقة. لذلك في الصيام إذا أذن الأحوط أن نمسك، أما قضية الصلاة فلا نصلي إلا بعد 20 دقيقة 25 دقيقة. أما الواحد إذا كان في الخلا في الفلا في البر فعينه هي اللي عاد تبين حتى يتبينك من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كثير يجي معجون أسنان يفطر ما يفطر إذا ما بلعته، المكياج ما يفطر، الفازلين على الشفايف فكس ما يفطر، نقط الخشم تفطر، العين ما تفطر، إذن ما تفطر، إبرة البنسلين ما تفطر، إبرة في العضل ما تفطر، إبرة المغذية تفطر، الاستمناء يفطر، الاستفراغ يعني الاستقيل واحد يفطر. بالنسبة للقراءة إذا كان الإمام يقرأ تقرأ سورة الفاتحة ومن ثم تنصت، لا تقرأ شيء بعدها، الفاتحة فقط. كثير يسهل إذا جاء التشهد الأول أو التشهد الأخير كيف أحط يدي أو كيف أحط السبابة عند التشهد؟ بهذه الطريقة لا تكون السبابة منتصبة ولا تكون نازلة، وتكون بهذه الطريقة بما أنتم شايفين، ومن بداية التشهد حتى نهايته تحركها هكذا شلون كذا، مو بتنزلها وترفعها لا، هالطريقة. الشيخ أبو إسحاق الحويني كان يصلي جنب الإمام الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله، اسمعوا لهذه القصة. يقول فكنت أحرك السبابة أرفعها ونزلها أرفعها ونزلها، فقال الشيخ الألباني رحمه الله ما هذا اللي تفعل بعد الصلاة؟ قال قرأتها لك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لك يا شيخنا. قال لا، ولكن بهذه الطريقة، يعني مو بترفعها وتنزلها لا كذا. سمعت هذا العلم من علمائنا من مشايخنا ونقلته لكم، الآن وصل عندكم لا يقف عندكم، أوصيلوا للناس وانفعوا بها الناس.